مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نقطة نظام. النهاردة حلقتنا مكملين فيها للحديث عن الدجل والشعوذة، وده بناء على طلب المشاهدين. الحلقة اللي فاتت المشاهدين طلبوا مننا أن احنا نستمر في كشف الحقائق عن الدجالين وعن المشعوذين والأسباب الحقيقية اللي بتدفع الناس للجوء إلى الدجل والشعوذة. الحقيقة أنا معايا في هذه الفقرة للحديث عن هذا الأمر سيادة المستشار محمد خليفة المحامي بالنقد. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شرفنا. الأستاذ ياسر حجاج المحامي بالنقد وماجستير في القانون الجنائي. أهلا بحضرتك يا مدام، نورتنا وشرفتنا. والدكتور محمد خاطر المعالج الروحاني وبالرقية الشرعية أيضا. أهلا نورتنا وشرفتنا. أهلا بيك يا فندم. أنا عايز الناس طلبت إن احنا نتكلم. أنا أسأل حضرتك سؤال. تمام. بداية بحضرتك معالج روحاني وبالرقية الشرعية أيضا. هل في سحر وشعوذة فعلا؟ وهل في أعمال ولا إيه الدنيا؟ بالفعل في سحر وشعوذة وفي أدلة على كده. وكمان إن السحر والشعوذة ومذكورين من أيام سيدنا موسى عليه السلام. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. معناه إن كان في موجود سحر، ماشي؟ ففي سحر من الأيام الفراعنة وسحر مذكور، وان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سحر على 12 شعره ومشطه ومشطه وجرف نخل. تمام. الدلائل اللي انت بتتكلم فيها جايبها منين؟ ان النبي سحر و من القران والسنه. معذره، ما هو الدجال او المشعوذ عشان يلجا لان هو يروج لبضاحته زي ما احنا بنتحدث. تمام. ان هو بيلجا للاحاديث الدينيه وان الرسول سحر وان كان السحر ده موجود في عهد سيدنا موسى والكلام ده. فانا برضو عايز افهم من الدلائل دي ازاي. انا بجيب الدلائل على اراء العلماء وعلى اراء برضو، ويعني لما اتكلم عنها برضو الشيخ الشعراوي اتكلم عنها، كل الاحاديث وكل العلماء اتكلموا عن السحر وان السحر موجود. والقران ذكر ان في سحر، وذكر ان سيدنا موسى عاشر السحر وكان اقواهم. يعني سيدنا موسى يعني غلب السحره، بس سيدنا موسى ما كانش ساحر. لا، سيدنا موسى كان النبي كان وكان نبي. معجزه، ما هي ده معجزه ان هو يبطل السحر. انا مش هجيب المعجزات للانبياء واقول ان ده سحر. ما هو سيدنا عيسى كان ربنا مدينه ان هو قدره على شفاء الناس. ما هو معجزته العصا، والعصا ديت اللي هو لما حطها اخذت كل يعني معلش، يعني اللي يستخدم عصا سيدنا موسى لو موجوده يبقى ده سحر؟ لا، معجزه ربنا عطاها للانسان للنبي. معجزه علشان تبطل السحر، معناه ان في سحر، والنبي معناه انه سحر، ان السحر ما زال موجود. وبرضه في حاجات علميه وحاجات اساسا بنشوفها في عصرنا الحالي يوميا، ان في سحر وفي ناس بتحصل لها عمليه صرع من السحر. يعني هديك مثال، معظم دلوقتي في سيدات بتقوم من النوم تلاقي في خرابيش، في حاجات، في احلام جنسيه، في حاجات كتيره بتدل ان في سحر. في حاجات كمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عليه الصلاه والسلام قال سحر التولى شرك، ده سحر من انواع الاسحار. يعني معنى كده ان في برضه ايضا سحر، وهو سحر التولى اللي هو السحر سلب الاراده. سيادة المستشار، انت بتتفق مع الكلام اللي بيقوله الدكتور ولا انت شايف ايه؟ ولا ليك وجهه نظر اخر؟ هل في حاجه اسمها سحر في اعمال والكلام ده، ولا هي الناس بتبقى الشخص مريض نفسي وهو بيبهم نفسه، او الدجال بيجد الحته الضعيفه اللي فيه يروج بضعفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله ما من نعمة إلا من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب في عام 21 يا رب احفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللهم آمين، وانصره واجعل أعداءه في كيدهم في نحرهم، وارفع رايته واجعله دائما حصنا لمصر. اللهم احفظ جيش مصر، اللهم وانصر جيش مصر، اللهم امين، واحفظ شرطة مصر، واحفظ شعب مصر، واجعل مصر يدا واحدة خلف قيادتها الرشيدة.
انا هستاذن عليك قبل ما ادخل في الحلقه، حضرتك يا دكتور انت خريج ايه؟ انا خريج تربيه علم اجتماع ونفس ازهر. حضرتك ايه علاقه تخرجك بالكلام عن السحر والشعوذه؟ انا هستاذن حضرتك، النهارده احنا في مجتمع عام فيه الجهل وعم فيه الغلط واللغط بسبب امور بعيده تماما عن كل الاديان. الجن لم يسخر الا لنبي واحد فقط وهو سيدنا سليمان عليه السلام، حتى اراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يربط عفريتا بساريه المسجد الا انه تذكر سليمان وقال هذا ملك لسليمان لا ينبغي لاحد من بعد. النصب كثر بشكل غير عادي في هذه المسائل. احنا ليه متمسكين في الدول العربية بهذه الكوارث، بالسحر والشعوذة والأعمال والتربح المال الحرام من خلف هذه الأعمال الفاسدة؟ ليه مش موجود في أوروبا ده؟ وليه مش موجود في العالم الغربي ده؟ وهم طلعوا القمر وطلعوا، والنهاردة الصين جابت واحتفلت بتجربة جديدة من القمر. احنا بنرجع بجهلنا وبالاحتيال اللي فيما بيننا بان هناك سحر، لانه هذا كذب حرام. انا لا اعتنق ولا اقر بان هناك شيء سوى انه الضار هو الله والنافع هو الله، ولا يملك الضر الا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء وهو السميع العليم. النهارده يا دكتور الحديث اللي هو بيتكلم فيه سياده المستشار، الحديث ده فيه غلط ولغط. انا عايز اوضح برضو للمشاهدين مش عايزين وجهه نظر. انا اقول لحضرتك الحديث اللي هو بيتكلم فيه، انا اقول لحضرتك لا لا لا، هذا الكلام هراء وفاسد. تمام، من يصدقه فهو خارج، لان هذا الكلام يوصلنا الى الجهل والى الوراء 100 عام. تمام، لا يوجد لا سحر ولا خربشه زي ما بيقول ايمن من النوم، ولا التهريج اللي بيتكلم فيه، دي كلها امراض نفسيه نتيجه الاجتماعيات والمجتمع اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين في مجتمع يا دكتور هناك فيه اعباء، ممكن هو ينام يتخربش بايديها وهي مش واخده بالها، وتقوم تقول للعفريت خربشها والجن كان مش عارف ايه. هذا الاسلوب لا يصلح تماما، لا يصلح تماما في هذا المجتمع وفي 21. ابحث عن الكورونا وعن فيروس كورونا وعن ما ياتي من كورونا. طب ما تجيبوا لنا جماعه الصحراء يمنعوا الكورونا من مصر ويفكوا لنا المشكله بتاع كورونا في مصر. تجمعهم سحره مصر اللي بيالفوا انهم بيروحوا الطرق المقابر يفكوا اسحار مصر، الجهل الغلط انه ده يقول لك اصل انا فكيت مش عارف ايه وطلعت من قبر ايه وشعوذه. تم يا جماعه يا اللي متمسكين بانكم انتوا اهل الفكر واهل العلم، وانتوا اللي بتخرجوا الجن من الاجسام وبتصلحوا طب انتوا سبتوا للطب النفسي ايه وللطب العضوي ايه؟ وبعدين النهارده طب ما احنا عندنا مرض ناشر في العالم كله، ما تقعدوا تجتمعوا كده في مكان وتطردوا الكورونا من مصر وابعدوا الكورونا عن مصر، واللهم عافي شعب مصر وارفع البلاء عن مصر. اللهم امين. وانت النهارده يا دكتور بتتكلم في مساله خطيره جدا، من يدعي، انا هقول لحضرتك مسألة قانونية تمت منذ 20 عاما. اتفضل. كان يوجد شخص مسافر إلى دول عربية وامرأته ادعت أنها متزوجة بجني، تمام، وادعت أن هذا الحمل من الجن، ولكن عرضت أمام قاضي مسلم يفقه ولديه الفقه وحبسها 10 سنين، لأن هذا ادعاء كاذب لا يختلط النار بالطين. طب هروح انا يا استاذ ياسر، فانا هستاذن دقيقه واحده بس، انا عايز اسمع. استاذن دقيقه واحده، انا النهارده امام القرن 21 سنه 2021، هذا اللي احنا فيه ندور المرض ده جانا منين، نبحثه نشوف علاج ليه بالعلم، نشوف بالعلم. لكن بالجهل وباللغط وبالهراء والضحك على العوام هذا لا يرضي الله، وهذا امر فاسد، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فمن يدعي ذلك ويبحث عن ذلك وعن مال حرام، وهذا الدعاء. استاذ ياسر احنا شفت ايه من الحوار اللي داير ده؟ هل في سحر
معطانك ان في سحر واعمال سحريه، ولا برضه هي اداه من ادوات النصب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بحضرتك الاول وضيوفك الكرام. اهلا بحضرتك سيدي. اهلا بحضرتك. موضوع السحر من عدمه يعني هو اتذكر في ايات القران. التجربه بتاع سيدنا موسى، انا طبعا رجل قانون، الاستاذ محمد خليفه خريج شريعه وقانون. فهو يمكن اكتر مني في التفسير والمساله الدينيه دي، يعني من قال لا اعلم فقد افتى. فانا هتكلم من الناحيه الماديه، رايي انا المادي. انا راجل بتاع قانون وخريج حقوق. ما انا عايز راي حضرتك المادي، اللي هو كمواطن عادي، هل معتقد ان في حاجه اسمها سحر وشعوذه ولا انا كشخص كياسر حجاج انا ما بعتقدش لا في الاسحار حضرتك ولا في الاعمال ولا في الكلام ده، لان انا راجل زي ما بقول لحضرتك راجل دليل مادي. فانا مؤمن بالماديه ومؤمن بربنا تمام، ومؤمن بقاعده اصليه في ديني وعقيدتي في الاسلام، انه لا ضرر الا بمشيئه الله القادر. ده موضوع منتهي. يبقى لا ضرر الا بمشيئه الله، اذا السحر هنا يعتبر مش وجود. ليه؟ منطقيا بقى من الناحيه الماديه، لان انا لما اقول في سحر يبقى في تدخل من مخلوق، من مخلوق بني ادم، بني ادم بيوجه هذا السحر الى شخص اخر، بني ادم اخر، ويتسبب في ضرره. امال ايه بقى لا ضرر الا بمشيئه الله؟ ده اللي وجه واللي ضر، حتى اذا نجح هذا السحر والخالق. والحديث النبوي اللي اجتمعت لا ضر بقى للسحر هنا، على لن يضروك بشيء، لن يضروك بشيء الا ما كتبه الله عليك. طيب ما هو في ايه ثانيه عملت خلط برضه؟ يعني التجربه بتاع سيدنا موسى والقاء العصا، ما دي نبي حياه تسعة. لحظه واحده بس، انا جاي لحضرتك. وهم القوا حبال خيلة الأنظار أنها تسعى، تسعى أنها تسعى تعابين وحواوي، نفس القصة مش كده برضو؟ بس شوف بقى عظمة الخالق في القرآن، ما هو بيقول لك خداع أهو، خيلة طبعا خيلة، وإنها حبال في الأصل. طب خدع بصر أهو، يعني الآية نفسها داخل بال حضرتك بتقول لك إن السحر مش موجود، الحقيقة اللي موجودة اللي في إيد سيدنا موسى، ودي كانت اللي هو بقى اراده الخالق خلت العصايه بتاع سيدنا موسى حيه حقيقيه. هنا بقى مين اللي تدخل؟ سيدنا موسى؟ لا، الخالق. ادي بقى اللي هو لا ضرر الا بمشيئه الخالق، اللي هي المعادله الرياضيه. ما هذه الماديه المعادله الرياضيه في ايتين، اللي هي بيفرقوا يفرقون به ما بين الزوج وزوجه. يفرقون ما بين الزوج وزوجه. انا بقى هنا دي وما هم بضرين بحاجة، ايوه الا باذن الله. ايوه أهل. انا بس استاذن تمام دكتور. تمام ثانيه واحده بس تمام. اعتراضا على العصا، لكل نبي صلى الله عليه وسلم معجزه. ده اللي انا بتكلم فيها، انا بس استاذنك دقيقه واحده. لما سيدنا عيسى اعطي تبرئه الاعمى، تبرئه الاكمى والابرص والابرص واحياء الموتى واستشفاء، هذه معجزه اعطت له في عهده. وسيدنا موسى عليه السلام كان هذا العصر مملوء بمثل ذلك، فأعطاه رب العزة من يجحد به ذلك الفعل. أعطاه إيه؟ أعطاه الحق. أعطاه الحق، الحق وليس الوهم. أيوة. ما أنا عايز أقول بقى والرسول أعطاه معجزة القرآن. أيوة أنا عايز أقول، فهنا كل رسول له معجزة. المنطقي العقلاني لا يوجد سحر للتجربة دي. إن سيدنا موسى يمتلك الحق الذي تدخل فيه الخالق لإنهاء الوهم، وجعله حق لإنهاء الوهم الله يبارك اللي قال فيه تمام الحبال. يفرقون بقى الآية الثانية اللي بيستندوا ليها عشان أكمل بس الحديث. كمل حضرتك. الآية الثانية اللي هي بتاع تفرقة الزوجين إلا بمشيئة برضه بقدر الله، بقدر الله اللي مكتوب من رب العالمين. ما يفرقون، هل بقى ربنا في الآية قال هينجحوا في التفرقة ولا يتعلمون ما يفرقون؟ يعني هم يتوهموا الفرقه. انتخب لحضرتك، لكن هل الفرقه حصلت؟ ربنا بيقول بتحصل فرقه في الايه؟ لا لا، ما قالش كده. قال تحصل بمشيئه. لا، نرجع للتفاسير. التفاسير تحصل بمشيئه مين؟ ربنا بمشيئته سبحانه وتعالى. لما جمع الكلام، وانا رجل قانون مش رجل دين، والله ما لا افتى، يعني انا مش بفتي، ولكن انا بتكلم وبدات حديثي بقول انا راجل مادي بتاع قانون، هتكلم بمعادلة رياضية وبمنطق. رأيي الشخصي أنا مش مؤمن بالسحر. إنما الكلام اللي بقوله ده بقى للجمهور. المشاهد. إحنا عايزين نوعيه. المشاهد أنا بقوله بالعقل. بالعقل. الآية بتاع سيدنا موسى الوهم أهو، وربنا بيقول لك ده وهم اللي في إيد السحرة وهم.
مش حقيقه، يبقى السحر مش موجود. ويفرق والفرقه بين الزوجين ما قالش مؤكده الا بمشيئه ربنا سبحانه المولى عز وجل. وقال الحقيقه في ايد سيدنا موسى. موسى يبقى فين؟ مش دي الايات اللي هم بيستندوا ليها؟ دي الايات هم بيستندوا ليها، وده الدكتور محمد بدا بيه. أيه. ده الايات يعني حضرتك انا عايز تعقيب حضرتك، ما هم خلاص يعني كل الحيادات اللي استندت ليها فندوها لك واكدوا ان كلامك في هذه النقطه بالتحديد خطا وليس على صحيح. انا عايز استدل على حاجه. فيه اشخاص عندما يسمعون القران بيحصل لهم صرع ويبدا يصرخ، بيصطنع. كل العالم ده بيصطنع؟ ما فيش كل العالم، لا دي كل دي الناس لا دي بتصطنع. لا فئات بسيطه بتصطنع. انت بتقول كلام خطير على فكره، انت بتقول كلام مخالف تمام. لا يعني ده ربنا ده عزة. القران خشوع او ان ننزل من القران ان يستريح القلب فيلجا للقران. راحه للقلب تمام، راحه للاذن، مش يجي له صرع. انت بتخالف الشرع. لا يا في ناس اول ما بتسمع القران هذه طوائف، هذه فئات تصطنع وحركات بهلوانيه، وبعض الاحيان بيبقى متفق مع الفاعل ومع المفعول به عشان نعمل تمثيليه. يا دكتور لا يقع في ملك الله الا ما يشاء، لا يقع في ملك الله الا ما يشاء يا دكتور. طب عايزين ولو اجتمع الانس والجن على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتب الله عليك، ولن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك. النفع والضرر بيد الله. احنا مش هنقعد نصطنع هنا واحنا اهل القانون واهل الفقه ونتكلم بهذا الاسلوب اللي اخرنا، ان احنا بنقول نقرا القران على بعض المرضى ثم يصطنعون الصرع. هذه تمثيليه وانا اشك فمن يفعل ذلك. القران دائما عظمه لمن يستمعه وهادئ للقلوب ومريح للنفوس، لكن اللي مش يجي له صرع. طب عايزين نكمل نشوف هيقول. انا معاك في كل كلمه انت بتقولها. ما هو كده انت مناقض نفسك. لا انا مش مناقض نفسك. لا انا بقول كلمه انا دلوقتي بقول انا معاك ان القران يعني انا معاك ان القران هدوء وراحه نفسيه واستعداد، ولكن في حالات كثيره عندما تسمع القران بتفعل افعال لا يفعلها بشر. تمام في كمل. حاجات كم انا عايز اسمعك كمل للاخر. في حاجات بتظهر عليهم يعني مثلا في ناس بترجع دم، في اللي بيرجع من بطنه من مجرد شرب مياه عليها قران ان بيرجع كل اللي في معدته. شفت بعيني. انت عملت كده؟ يعني انت شفت تجربه؟ ان انا اعرفه لما سالت حضرتك في الهواء قلت انت بتطلع جن. انت عملت كده؟ في ناس وبعد كده. لا انت عملت كده؟ في ناس رجعت قدامي. ده جاي امامك هو ده. من خلال من خلال انا سمعتهم قران بقوا يرجعوا. انت شفت بعينك. بقول لك انا جاي انا بتكلم على اشياء انا شغلت قران عليهم وبقوا يرجعوا، وفي ناس رجعت دم. وفي حالات انا وريتها للدكتور برضو في على فيديوهات لبرضو لاشخاص كانوا نايمين في الفراش بالسنين عندهم امراض جلديه والكلام ده، وبعد كده مع القران نزلوا بعد 4 ساعات. ده افسره بايه؟ القران فيه شفاء للناس. ما انا بتكلم على كده. القران فيه شفاء. ما انا بتكلم معلش يا استاذ، ما دخلناش بقى في طريق تاني. هو شفاء للناس. ما ده مريض يعني معنى كده ان ما فيش صحراء. لا يا ان ما فيش صحراء في هذه الفتره. يا دكتور امال الطب ده نركنه على جنب واللي خرق اللي دخل الطب 7 سنين ب 99%. احنا لابد ان احنا نقول له روح نام في بيتكم كل شيء. يعني انا عايز افهم ده. مش ما فيش صحراء. لا انا اسف يعني هو في صحراء. انا بتكلم ان في صحراء في العصر اللي احنا فيه موجودين. بص حضرتك يا دكتور. انا في صحراء في اذى موجودين حاليا. في لا لا عايز اوضحها. انا معترض بذلك. في فرق ما بين ان احنا بنقول السحر موجود. السحر موجود او مش موجود. السحر نفسه موجود. انما بقى هل في لا انا مش موجود ومشغل النفاثات في سحر. في سحر نفس. في سحر دلوقتي ربط هل هناك بقى اشخاص تدعي السحر؟ تدعي ادعي تصطنع. في بيصطنع تصطنع تكذب. وفي منهم تكسب المال الحرام. وفي منهم النفسيين. لا وتكسب المال الحرام. السؤال بطريقه ثانيه. وتصنع افعال سيئه. هل سحرة حقيقيون لا يوهمون الناس؟ في صحراء. في صحراء حقيقيون بيعملوا سحر ويسخروا جن زي ما بيتقال. لما تشيلونا مرض كورونا يا جماعه يا صحراء حقيقيون. رد على الرد. لا اما انتوا بتعملوا ايه؟ اما انتوا معناه السحر ده بيعمل. لا انا ما اقصدش. انت بتقر ان هناك صحراء
في موجود يفعلون عليكم وبتعالج وبتخرج وفي موجود وفي سحرة بتكرر نفسها ان هم سحرة. ثواني يا دكتور، انا سالت حضرتك قبل ما اطلع على الهواء، هل حضرتك اخرجت الجن من جسد شخص؟ قلت لي اه. بالفعل انا قرات على على بعض الاشخاص وسمع قران وبدا الجن. طلع منين بقى الجن حضرتك؟ طلع منين؟ معلش في سؤال انا عايز اساله، انت اتعلمت الحاجات دي ازاي؟ ما هو كل احنا انا خريج اعلام، خريج اعلام اتعلمت واشتغلت في مهنتي، استاذ خريج، استاذ ياسر خريج قانون، استاذ المستشار خريج قانون، فاتعلمنا دراسات وعشان نوصل لده. حضرتك اتعلمت ايه اللي اداك القدره ان انت تخرج جن من شخص؟ لا خرج ازاي؟ طب انا هسالك سؤال. نعم. انت خرجت الجن منين؟ من اي حته؟ لا بالزبط. هو نطق على لسان، على نطق على قال ايه بقى؟ ها؟ بقول لحضرتك ايه؟ اتفضل معايا. شوف سعادتك عشان بس ايه؟ ما نهمش الناس بالباطل. تمام. بعض السيدات يصطنعون التمثيليات على ازواجهم حتى يحصلون منهم على اشياء بامزجتهم الخاصه. وهذا موجود. تمام؟ تمام. وانا هقول لحضرتك حاجه. اتحدى انه اي ساحر يجي او شخص يدعي انه في جني على انسان ويخرجوا له قدامي. انا بس برضو عايز اقول او ترى او ترى ترى اتعلمت ايه عشان تقدر على الظاهره. انا بس عايز الجمله على السؤال ده، حضرتك اتعلمت ايه عشان حاضر حضرتك تتمكن من انت تعالج الناس روحانيا وان انت تخرج الجن من الجسد؟ ما ده علم، مفروض علم. ايوه تمام. أنا مش يعني أنا اتعلمت على يد مين؟ لان برضو صفحات مواقع الفلك كل حاجه. أيوة. علم لو دارسين. اتعلمت ازاي بقى؟ اتعلمت فين؟ انا اتعلمت على يد الشيخ ابو زياد الطويل في السعوديه في جده. ده ايه شغال؟ شغال ايه حضرتك الشيخ ابو زياد الطويل؟ ها؟ بيعمل ايه؟ بيشتغل ايه يعني؟ ده شيخ في جده. ده ايوه شيخ في جده كان يعمل ايه يعني؟ ابو زياد الطويل ده عرفنا عليه، خريج ايه يعني؟ كان خريج علوم وتكنولوجيا ولا هندسه طيران؟ ما احنا عايزين نعرف بس حضرتك، اصل احنا يعني نكون على هذه الدائره. تمام. نتفقه ونفهم بعقولنا، والا ان احنا نركن عقولنا ونشتغل ايه من غير عقول نبقى مجانين. ربنا وهب لنا العقل. اتعلمت منه بقى. انا بتكلم في احنا اتعلمنا منه ايه؟ اتعلمت من حضرتك، اتعلمت منه ايه؟ حضور الجن اللي هي الرقية. لا ما فيش تحضير جني، لان انا مش ساحر ولا اي شيء. انا بتكلم اللي هي الرقية الشرعية، انك بتقرا بعض الايات وتسمع المريض بعض الايات، وهو القران كله شفاء. القران كله شفاء. الرؤيه الشرعيه القران كله عامه شفاء. طب ما تقرا القران، تقرا سوره البقره، ما تقرا سوره الاعراف. طب معلش حضرتك، انت وانت بتتكلم من شويه قلت لي ان انت تحدثت مع الجن. ما هو اما بيتكلم على القدره اللي التحدث مع الجن لابد ان هو يكون برضه. معلش ايوه انا سمعتها من بعض، انا عشان اتكلم مع جن يبقى لازم انا ليا علاقات بالجن. لا مش ما فيش حاجه اسمها علاقه بالجن. ما هو انت ازاي تتحدث مع الجن؟ انت شغلت القران. بعد كده هو بي 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 بيحضر على لسان المريض. ممكن تسجيل الصوت ده؟ يعني المريض ده اللي انت بتتكلم عليه. ايوه في ان شاء الله في حلقات هجيب لك. ممكن تسجيل الصوت الجن اللي بيتكلم. صوت الجن ده انا اتحداه. ممكن ده صوت مغاير للمراه تفعله او للرجل يفعله. ده ارتكب جرائم بسبب الموضوع ده. لا 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 لا, لا. انا ارتكب جرائم بسبب ان هو الجن اللي بيتكلم عليها وكان الدجال بيغتصب السيدات. ده دي كوارث. ده ارتكب كوارث. يعني ما هو اساسا انا برضه انا مش عايز اقنع. الفرق ما بين الدجال والراقي ان اساسا انت في كمان معاك محرم ومعاك ناس من اهل الشخص بيكونوا حاضرين الوقعه. ممنوع ان الراقي ده حاشا لله. معلش برضه عشان اوضح. الراقي لله. الراقي ده تمام بيستخدم رقوه شرعيه الرسول استناها واحنا واخدينها عنه. يعني اللي حافظها منا هرق ابنه. تمام. انا هتكلم في اخوك. ارق نفسك واهلك. بالظبط كده. ايوه ما انا بتكلم في كده برضه. ده امر حضرتك. ايوه. وانك تقرا بعض الطلاسم والتعاويذ على شخص. لا الطلاسم والتعاويذ ده سحر. ده رد فعل قدام حضرتك. ده سحر ويسمى الاستخراج. ده هو دي الحاله اللي احنا بنتكلم فيها. ده حاجات اسمها سحر. ده سحر. ايوه. احنا امام كارثه. بيقول لك ايه بقى؟ هناك سحر سفلي وهناك سحر علوي وهناك اشياء وهناك رب وهناك كارثه. كل السحر. السحر لا في سحر سفلي ولا في علوي ولا احد يستطيع. انا عايز بس محمد بيه بس عايز عشان بس نطلع من الحلقه دي. انا عايز بس عشان برضو هنا في القناه اتكلموا في موقف تمام. فانا عايز برضو على فكره انا اناشد التشريع المصري انه يشدد العقوبه على من يدعي مثل ذلك. احنا قلنا الكلام ده في الحلقه الفاتحه. انا بقول كهذا الكلام وانا مسؤول امام الله. قلنا الحديث كل من يدعي ذلك يحبس ويشدد عليه العقوبه. لانه ده احنا بنطلع لا بعد اذن حضرتك والشريك طبعا اللي بيروح. صح. لان انا اسف برضو الحلقه اللي فاتت قلت الكلام ده
لمحمد بيه ان اللي الطمة الكبرى مش على اللي بينصب ده بس، لان اللي بينصب لو ما لقيش حد ينصب عليه ما هو خلاص هتختفي الجريمة. انما النهارده لما تروح هانم زي ما قلت قبل كده يروح بيه قد الدنيا تعليم ومال وجاه ويروح مؤمن بالسحر ويقعد تحت ايد ده ويغرقه بالمال، هو هيفضل مستمر في الجريمه، اللي بيروح ده كمان يعاقب. اه تمام. طب بس يا سياده المستشار ثواني بس، انت بتعرف ان الشخص ده عليه سحر ازاي؟ يعني انا هنا في القناه تحدثوا معايا من قبل ما اطلع هوا، اتكلموا حضرتك كنت جاي بدري شويه. تمام. فما اعتقد ان انت يعني قلت لشخص ما كان طالع هوا انت عندك سحر في معدتك. طب ما تحضر اللي علينا. بتعرف الحاجات انا عايز احضر اللي موجود علينا دلوقتي. يعني انت هم قالوا لي انت حضرتك عملت شويه حركات كده على صدره لحد بطنه وقلت له انت عندك سحر في معدتك. انا ما كنتش متواجد، هم حكوا لي ده حصل معدته ازاي يعني. فانا افهم يعني افهم انت بتجري ثواني بس يا سياده المستشار افهم بس منه، لان ده الموقف الناس حكت لي عليه. هل ده حصل من حضرتك بره ولا لا؟ حصل. تمام. بس تمام. انا خلينا بقى في الواقعه دي، عرفت منين ان في سحر؟ هو من بعض الاعراض اللي حكاها لي. اه تمام. حضرتك انت لسه ثواني بس لا لا يا استاذ محمد افهم بس خليه بس يوصل. لا انا بعترض. لا انا بعترض. لا احنا عايزين نسمعه برضه. انت راجل تعمل في التغذيه يا استاذ، يعني تعرف الكوسه من ملوخيه من المكرونه. انا استاذنك لكن عشان تقول لي حضرتك انك تشتغل طبيب وتسمع واحد بيقول لك معدتي تعبانه هتقول له لا انت عند هذه كارثه. خلينا نسمع عشان راي اخر، عشان برضه عشان هو برضه راي يوضح عشان يبقى واضح. بس نفهم شخص بيقول انا بتعب وبرجع وعلى طول ودايما مغسل، ورغم كده كل ما اروح للطبيب عنده بل ما عندكش اي شيء. اه تمام. مفيش اي شيء تماما. وان انا على المرحله ديت من سنين. ودايما عندي انتفاخات وعندي اشياء معينه وبشوف خيالات وبشوف بيشوف خيالات. هو يعني والحركه اللي حضرتك عملتها على جسده دي بينت لك إيه؟ ما هو قالوا ان انت حضرتك مشيت ايدك على جسده من منطقه الصدر لحد المعده وقلت له انت عندك سحر في معدتك. لا معنى ان انا بحط ايدي انا بقول له انت بتتالم هنا او وقعدت حضرتك تمسح في عينيه الاثنين. ده صح يا استاذ وليد؟ وانت حضرتك اقررت بالواقع عليه دلوقتي بتحاول تقول رؤيه ثانيه يعني او كلام ثاني. انت حضرتك اقررت بالواقع. انا بس حضرتك أيوة. السؤال انت بتعرف يعني انت حكى لك مظاهر وازاي عرفت ان هو السحر في قلب المعده؟ بنا افهم معلش. لا بس انا استاذن ثواني. لا ثواني انا عايز بس ارد عليه بقى. فرصه يتكلم. هو مش قادر يتكلم. هو نفسه مش قادر يتكلم. هو ما اتكلمش. ازاي يتكلم؟ هو بيهرب اهو. لا لا مش بيتكلم. طيب اسمع انا عايزه بس يوضح. انا مش بهرب. خد فرصتك يا دكتور. انا مش بهرب. توضح لنا بس انت عرفت منين؟ هو شخص بيقول لك انا بشوف بعض الخيالات، بشوف اشياء معينه، انا بعمل كذا، انا حاجات بتاخدني مش عارف توديني فين. انا بسرح بيك. انا بقى انا هسرح بيك اقول لك انا بقى بعيش في الطيران وبطلع السماء وانت تقول لي عليك جن تعالى اشتق. بص يا دكتور اتفضل معايا بعد اذن حضرتك. انا لا اؤمن الا بالطب وبالعلاج وبالطبيب الذي تخرج من كليه الطب يعالج والذي يحمل والذي يحمل. استاذنك بقى محمد بيه بعد اذن حضرتك. اصلا معانا مداخله للدكتور احمد. دكتور احمد علي المفروض كان معانا النهارده. اتفضل. محاضر دولي في العلوم الانسانيه ومؤلف موسوعات في هذا الموضوع والرقية الشرعيه والطب النبوي. دكتور احمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالبرنامج. ازي حضرتك يا دكتور احمد؟ دكتور احمد احنا معانا الدكتور محمد خاطر بيقول ان في علاج بالرقية الشرعيه وان في هو يعني لما شخص بيقرا عليه قران شايف بعض المشاهد دي بيلاقي بيرجع بيحصل له صرع او بيرجع بعض الدم لو شرب ميه عليها قران. هل حضرتك الكلام ده موجود فعليا ولا ايه ولا هو ايه الدنيا يا دكتور؟ والله الحقيقه ان اغلب الحاجات دي بتكون فيها جانب كتير من يعني السعوده شويه. تمام. الجانب العلمي ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا هو سحر والسحر موجود في القرآن الكريم. لكن علاج السحر بقواعد علمية. القواعد العلمية في علاج السحر ان يكون الانسان اولا يتعلم ما هي او ما هو السحر. لان في سحر كيميائي، في سحر خفة اليد، في سحر بيسمى سحر علوي، في سحر تاني بيسمى سحر سفلي. سيدنا عمر قال تعلمت السحر حتى لا أصحى. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه هو سحر.
تمام. أما القرآن الكريم لما يذكر وينزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء للقلوب، وليس المقصود به الشفاء الفسيولوجي. تمام. إنما المقصود به هو شفاء الروح، شفاء القلوب. تمام. لما ننظر إلى كتاب الطب النبوي، كتاب الطب النبوي كتب في العصر الأموي. الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره لم يكتب الكتاب الطب النبوي. والرسول صلى الله عليه وسلم مقام النبوة أعلى بكثير من مقام الأطباء. فما نصفش الرسول صلى الله عليه وسلم إنه هو مثلا كطبيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس بلا معلم، وإنما الذي علمه وشديد القوة هو صاحب رسالة سماوية، خاتم الأنبياء، وصاحب شريعة وعقيدة وأخلاق. تمام. المقصود بها منهج ديني، علاقة الإنسان بالله، وعلاقة الإنسان بالكون، وعلاقة الإنسان بالإنسان. الشريعة تمام. أو طب يا دكتور أحمد، من الناحية الطبية الرسول صلى الله عليه وسلم تعالج بما هو متاح في طب عصري، في طب عصري. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعالج بالحبة السوداء وقال هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الدم، العلماء كلهم فيها 70 رأي في الحبة السوداء. وأغلب الآراء على أن الحبة اللي كانت في يد الرسول بس، إنما مش أي حبة سوداء هي شفاء من كل داء، وجبناها على أنها حبة البركة. حبة البركة لم تكن هي أصلا اللي كان في يد النبي، الله أعلم. معروفة أنه أتصور الحبة السوداء اللي كانت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نجمعها على أنها حبة البركة الآن. فطبعا ده كلام يعني حتى كلام ينقصه العلم. ثم ناتي لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام إلا الموت. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتعالج بالحجامة؟ كان أخذ الحبة السوداء بس. ومكان بنع كل الطب الباقي. ليه تعالج الرسول صلى الله عليه وسلم بالكحل الأسمد؟ والكحل الأسمد ده كان موجود العرب بيتعالجوا بيه. اسمح لي بسؤال. والحجامة كانوا بيتعالجوا بيها العرب. فهو تعالج ما كان يتعالج به العرب في عصره. في عصره. إنما العصر اللي هو كان فيه الأطباء أقوياء هو عصر المسيح عيسى بن مريم. ولذلك كانت معجزات المسيح عيسى بن مريم إحياء الموتى وإحياء الأبرح والأكمة بإذن الله. أما موضوع السحر فكان أقوى عصر في السحر هو أيام سيدنا موسى عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى أداله معجزات أقوى من معجزات السحر. لما يجي واحد يقول انا حبة اقوى من الصخرة يبقى هو اخذ صفات موسى عليه السلام. تمام. ولما واحد يقول لك انا هاخد اقوى من صفات الاطباء هياخد صفات المسيح عيسى ابن مريم. ودي خاصة بالانبياء. الاعجازات دي بتكون خاصة بالانبياء، ما فيش حاجة خاصة بالنبي بتكون ليك انت كبشر عادي. تمام. والا النبي صلى الله عليه وسلم كان اخذ صفات سليمان مثلا. صخر له الجن ويمشي في الهواء وحاجات كتيره. فما يجيش واحد يقول لك انا بعالج بالقران مثلا. القران هو القران، لكن اين سيدنا عمر اللي بيعالج بالقران؟ طب سيدنا عمر بن الخطاب ضرب الارض يعني بالكرباج وقال اهمدي فان عليك عمر. وهي قام فيها زلزال. هل انا اجيب الكرباج واضرب الارض عندما يقام زلزال واقول علاج الزلزال بضربه الكرباج اللي كان بيضرب بها سيدنا عمر؟ لا، عمر هو نفسه دي خاصه بيه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعالج في اشياء خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب يا دكتور احمد، ثواني بس يا دكتور احمد، هم بيستندوا لهذه الاحاديث يا دكتور احمد وان السحر موجود وان سيدنا موسى كان مفعده السحر وبيدل على ذلك بكلامهم بيقنعوا الناس بهذا الكلام يعني. معلش دكتور احمد، ما شفناش يعني سيدنا موسى لما يعالج السحر يعني ما شافهاش غليلنا برضه. هو نفس سيدنا موسى او درس في المدرسه بتاعت سيدنا موسى. بس سيدنا موسى اتباعه عالجوا بنفس الشيء اللي بيعالج بيه سيدنا موسى. طب هو معاه عصايا ضرب بيها البحر عشان بجست منه 12 عين. طب استاذ ياسر عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور احمد. سيدنا موسى ونعالج بيها البحر. الحجر ينبت 12 عينه.
او البحر يبقى يعني جسر ويعدي عليه. طب يا دكتور احمد دي خاصه سيدنا موسى. فارجو من الناس ان يعرف عندما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا القران بيعرفنا ان العصر ده لسيدنا موسى خاصيه لسيدنا موسى عليه السلام. تمام تمام يا دكتور احمد. ما جيبش خلاص سيدنا موسى واقول انا زيه. طب ثواني بس يا دكتور احمد، استاذ ياسر حجاج عايز يسال حضرتك سؤال. دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك. يعني هو اختيار موفق للاستاذ محمد انه يدخل حضرتك معانا، وحضرتك محاضر دولي ودكتوراه كمان. فاستاذن جنابك عشان بس ايه اجابه حضرتك تشفي غليلنا وغليل المشاهدين قبلنا احنا. احنا الحلقه دلوقتي غرضها السحر موجود ولا لا. فانا سؤالي بقى واضح لجنابك، السحر الذي يمكن لأحد من البشر أن يقوم به ويوجهه لبشر آخر ويستطيع ضرر الآخر باستخدام هذا السحر، هل ده موجود ولا لا؟ النهيد ده موسى ده خوارق، وإحنا عارفين احنا متفقين معاك ان دي خوارق وان دي معجزات من عند الخالق. نعم نعم نعم. بس السحر موجود. انتظر بس لحظة. لحظة. السحر مضر. السحر احنا هنا في سبع أنواع من أنواع السحر. موجود يعني؟ السحر موجود، لا شك انه موجود. السحر المضر بالانسان موجود؟ بيضر بالانسان، لا شك انه بيضر بالانسان. السحر ما حدش ينكر يقول لك السحر غير موجود. لان السحر ده لما ننظر الى موضوع السحر، السحر كان موجود وافضل ناس كانوا سحره لا شك ان هم اليهود زمان. وكانوا بيضروا لبعض؟ والهنود كانوا عندهم نوع من انواع السحر. وفي نوع ثاني من انواع السحر تدارسته مدرسه كبيره اسمها الزرادشتيه والبوذيه والكونفوشيوسيه. كل الحضارات وقايم دول على قواعد السحر بانه بيسيطروا على بعض اجساد الانسان. لكن اللي بيحصل كالاتي، يقول لك ان جن دخل جسم الانسان. ده اللي احنا عايزين نوصل له. حاجات اغلبها بتكون 90% حالات نفسيه مش حالات سحر. يعني نفهم حضرتك من اجابه ان السحر المضر موجود وان في انسان ممكن ساحر ويضر انسان ثاني. لكن بنسبه كام؟ 10%. الناس الموجوده في السحر السحر الموجود الان بنسبه 1 في المليون اللي هو سحر حقيقي المضر. انما 99% في الحالات اللي موجوده بيعالجوا دوات كاذبون. يا دكتور الخداع البصري كاذبون. الخداع البصري انا مش بتكلم في دي، انا بتكلم ان سحر حقيقي ضرر حقيقي ممكن انسان يضر بيه انسان تاني. السحر الحقيقي لا يستطيع الان، انا بديلك بقول لك حاجه جميله جدا. لا يستطيع الانسان الان مهما درس في علم الطاقه او بقول لك بعالج بالقران ان يعالج السحر ده. انا بنضم ليك يا دكتور. انتهت قواعد وانتهت مدرسته. تمام يا دكتور. المدرسه بتاعته دخلت جمال السحر. طب احنا نطلب بس. تمام يا دكتور. المدرسه بتاعته نفيت ايام بعد ما ارسلنا عليه يعني مهم جدا. اول ما ربنا سبحانه وتعالى ارسل على الجن. تمام. في سوره الجن. الو. ايوه دكتور احمد وحضرتك يا دكتور احمد. تمام. لما ارسل ربنا سبحانه وتعالى شهابا رصد فانتهت القوة الكاملة بتاعت السحر الكامل. تمام. فأصبح السحر بعد هذا الإرصاد شهابا رصد أصبح السحر ضعيف جدا 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 لأبعد الحدود. تمام دكتور أحمد. أنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. تمام يا دكتور أحمد. أبدا حتى لما بيسيطر ما بيستطيعش السيطرة الكاملة. تمام تقريبا متفق معنا. المليار او واحد في المليون. دكتور احمد سامعني يا دكتور احمد، انا للاسف عشان وقت برنامجي مضطر انهي المداخله مع حضرتك. انا كان يسعدني حضرتك تكون ضيف معايا النهارده، بس ان شاء الله الحلقات القادمه هتكون ضيف معايا. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد علي محاضر دولي في العلوم الانسانيه. شكرا لحضرتك يا دكتور احمد. انا ليا تعليق بعد اذن حضرتك. اتفضل. العين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر. العين حق. ممكن يكون العين تؤدي الى الحسد. تمام. لانه كان فيه حكمه، الزهور يقسم الدهور. كلما الانسان يتظاهر بمظاهره الخارجيه امام الفقراء ربما ياخد عين، والعين علاجها بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق المعوذتين. لكن احنا عشان ندخل في قصه انه الانسان مسحور وان الانسان يدخل في قصه نصطنع السحر،
انا بنكر تماما انه لا يوجد الا الاحتيال على عباد الله، ولا يوجد ساحر صادق، ولا يوجد معالج صادق، ومن يريد العلاج يتجه الى الله ويتوضأ ويقيم ركعتين الليل، وهو ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويخرج منه كل الاوزار وكل الازمات وكل الامراض. لكن انا بقول لحضرتك يا دكتور ارجوك ارجع الى عملك اللي هو الحقيقي التغذية، وابعد عما تنصنع اليه، ونبعد عن هذا الامر. احنا ده برضو اللي اكده المواطنين لما نزلنا نعمل تقرير معاهم، تمام، نزلنا بكاميرتنا وقلنا نعمل تقرير عن اراء المواطنين، برضو الناس لهم راي في السحر والشعوذه. التقرير جاهز يا استاذ وليد؟ ماشي، اسيبكم مع التقرير ونرجع. دي اراء بعض المواطنين عن هل في معتقدين ان في سحر او شعوذه، والرسائل اللي وصلوها للدجالين او المشعوذين. سحر وفي اعمال، ناس متضره من الموضوع ده عندي في البلد كتير. ضرر جامد، تيجي تخش على مراتك مفيش، بعيد عنك عايقون، ماليش علاج الا بقدره ربنا سبحانه وتعالى. الناس اللي بتعمل الحاجات دي منها لله، ودي اخرها جهنم وبئس المصير. والله هو بعد عن الدين والايمان يعني، وما اعتقدش ان في مؤمن ان شاء الله يغلبه السحر يعني. بذكر الله طبعا هو هيحصل نفسه، والحمد لله ما تعرضتش لحاجه زي كده، لدرجة ان انا مش يعني شاكك ان في حاجة زي كده اصلا، ممكن ما يكونش في حاجات زي كده يعني. الا على ضعيف الايمان يعني، ممكن لو واحد ايمانه ضعيف قوي ممكن يعني يصاب بالسحر والكلام ده، بس اللي هيسجد ربنا هيصلي يعني في علاقة بينه وبين ربنا، لو حتى علاقة بسيطة استحالة تغلبه. يحافظ على دينه، يقرأ القرآن كويس، يقرأ دينه اذا كان مسلم او مسيحي، يقرأ دينه كويس، وهيعرف ان الحاجات دي كلها شعوذه. انما في سحر، ما دام القران قال في سحر يبقى في سحر. انما كلمه شعوذه دي بتطلق على النصب. لا، هو اللي بيعمل ما بيحطش في دماغه بيضر الناس يعني. هو بيكون اتضحك عليه من ناس قبليه. يعني اللي بيعمل حاليا بيقول لك لا ده انا متعلم على ايدين مشايخ. يعني انا بعتبر ان حاليا اللي بيقوم بالاعمال الشعوذه دي او السحر ده اصلا معمول له غسيل مخ من ناس قبليه. يعني هو ما نامش صحي الصبح قال انا مشعوذ او انا ساحر، انما هو اختلط بناس اقنعوه تمام الاقناع يعني، لان في قدرات خفيه ده. فهو يعني ضحيه على فكره يعني، بعتبر الساحر ده ضحيه. تعالى الحاجات دي كلها بتغلب بالقران. ده اللي انا اعرفه يعني، تقرا القران الحاجات دي كلها تروح عنده. هو البني ادم مش حرام من جواه خوف، هو الخوف اللي جواه البني ادم بيتهيأله كل حاجه. ده مفيش حاجه من الحاجات دي بقى. انا ما شفتش حاجه من دي ولا بامن بالحاجه دي خالص. انا لكم تاني بعد التقرير سياده المستشار حضرتك تعقيبك على التقرير. انا بس الحقيقه هو يعني نسبه اول 100% من لا انا بشكر بقى وزير الداخليه شكر خاص، والشرطه المصريه اللي بتتبع صفحات الدجالين، واناشد كل مواطن مصري محترم شريف أن يبلغ عن كل من يحتال ويقوم بالنصب في هذه المسألة، لأن هنا ما بتتحركش الشكوى إلا ببلاغ المواطن، يخش في قصة نصب واحتيال. فأنا بطالب كل مواطن يتم الاحتيال عليه يتجه فورا إلى أي اسم للإبلاغ عن أي كل محتال، عشان نقضي على هذه الظاهرة الغريبة، ونتقدم في 21 ونشوف الأمراض اللي جاية لنا نشتغل بها علاج بالطب، وليس بالتمثيل ولا بالصناعة الوهمية ولا بالاحتيال. وأنا بقول لك يا دكتور عيد حساباتك وراجع نفسك، هذه المسائل أنت وأمثالك على رأسنا من فوق، لكن اتجهوا إلى الحقيقة حتى لا توهموا الناس بالباطل. لا توهموا الناس بالباطل. تعقيب. احنا في 21. تعقيب حضرتك، ولا حضرتك ما اشتغلتش بتخرجك وليه لجأت اللي انت تعالج يعني يعني هل بقى سؤال برضو سؤال، المعالجة دي بتاخد عليها مبالغ مالية ولا مجانا؟ أنا بعالج أولا في المركز صغير كده، بعالج بالعشاب والحجامة والتدليك. بتبيع بقى بكام العشاب يا دكتور؟ ها؟ بتبيع العشاب بكام؟ ولا ببلاش ولا مجانا؟ أنا بقول لحضرتك بتعالج مجانا ولا بمبالغ مالية؟ لا في مبالغ. هو ده بقى اللي احنا عايزين نقوله. في مبالغ لأن أنا بديله أعشاب، بديله
حضرتك يعني الاعشاب دي مع استاذ حضرتك محمد بيكمل بس الاعشاب دي يعني مع احترامي ليك هل انت حضرتك اتعاملت معاها طبيا وصنعنا منها ادويه امال المصانع الادويه نقفلها سيبه بس يعلق مصانع الادويه نقفلها يا جماعه كمل لان برضو انا عايز افهم ايوه المبالغ اللي بيجي مثلا يقول لك انت حضرتك بتقول له انت عليك سحر ولازم اعالج لك السحر ده بالقران زي ما حضرتك بتقول ان انت معالج قراني بتدي له ايه عشان تعالجه وهل بتتقاضى مبالغ ماليا على الشخص اللي انت بتعالجه بالسحر من السحر انت بتقول ما بتعملش سحر انا مع حضرتك مصدقك 100% انا بتكلم على نقطه المعالجه انت بتقول ان الشخص ده بتعرف ان هو عنده سحر انا بعد ما بقرا عليه وبعد ما بيستمع القران لو سواء تصنع او سواء عليه بعد كده بقرا عليه وبعد كده بتتم معالجته بالطريقه اللي هو مقتنع بيها ان هو اتعالج بالقران تمام وبعد كده باذن الله يعني بكتب له على حاجات معينه على روجيتا بقى سواء مسيته تكتب له على ايه بقى ها تكتب له يستخدم ايه يعني كوبايه الميه دي حضرتك قريت لي عليها شويه قران وانا عندي شويه مغص اطيب او بيستخدم لا القران على رؤوسنا انا ما حضرتك القران على رؤوسنا يعني انا ما حضرتك لما اقرا قران على كوبايه ميه تمام هل القران لما بقرا كوبايه الميه ده هيشفي القران معروف ان هو شفاء للقلوب وليس شفاء للمرض من الجسد فيسيولوجي لا تمام انا في الم بمعدته حضرتك بتقول في سحر هل الميه دي هتخرج هتخرج الحاجات اللي بتكلم عليها بامر الله بامر الله بامر الله حضرتك بتتقاضى مبالغ ماليه قلت لي الحالات بتتوصل من كام ولا مش عايز تذكر أه؟ الحالات عندك بتوصل لكام لا ما فيش حاجه اسمها بتوصل لكام هو كل دكتور احنا انا بروح للدكتور انا دلوقتي انا دلوقتي انا دلوقتي كشف مثلا 100 جنيه 150 جنيه للحاله في دكاتره بتوصل ل 300 جنيه في دكاتره بتوصل ل 400 جنيه فانا عند حضرتك كده مركز التقاضي مش على القران التقاضي مش على القران التقاضي في المركز على حالات اللي هو التدليك المساج تدليك يعني انت بتعمل مساج انا بعمل تدليك طب احنا كده محتاجين مساج مش عيوني ليه عيوني ليه انا كده مش فاهم يعني حضرتك معالج بالرقيه الشرعيه لا انا بعالج انا بعالج انا بعالج بعد وصلنا في اخر الحلقه ان حضرتك حجامه وتدليك يعني انا بعالج برضو مع انا بشغل الرقيه الشرعيه مع الشغل يا دكتور انا استاذن حضرتك انا بقى بناشد وزير الداخليه المحترم تمام يعني بجهود الشرطه المصريه استقرت امن مصر بالجبهه الداخليه بقول له يتم غلق كافة المراكز التي يتم من خلالها الاحتيال على المواطنين وناشده بكل قلب وبكل إنسانية وبكل حب للداخلية أن تغلق هذه المراكز حتى لا يتم الاحتيال على المواطنين هذا مكان أماكن الاحتيال على المواطنين اتهام على فكرة أنا ده إحنا هذه أماكن الاحتيال بنحل مشكلة هذه أماكن الاحتيال وأنا معاكم في حل مشكلة سؤال بس حضرتك وده كنت عايز أسألك من أول الحلقة إيه علاقة الخاتم ده بالسحر لا ملوش أي علاقة انا عاشق فضيات يعني انا دايما بحب لان انا لا انا اكسسوارات انا قريت في الحاجات دي قال لك في خواتم لا 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 انا لها علاقه بان عليها جن وساحر انا عن نفسي كان عليه جن يدوني انا بسال لحضرتك مفيش حاجه خاتم هنا هو مش خاتم سليمان عشان ادعكوا يعني يطلع منه الفانوس او العفريت تمام انا عاشق للاكسسوارات بس كده ايه كدبوس كساعه كخاتم كده اكسسوارات يعني الحديث ان في خواتم يعني ده مش معزم عليه لا ايه العزيمه اللي تتعزم على خاتم انا قلت يعني خاتم متعزم على الدنيا يمين ولا حاجه خاتم اهو ايه المشكله يعني كده اما فروكه هيطلع فريد هيقول شبك لبك احنا نناشد استاذ ياسر أنا عايز بقى كلمة حضرتك أنا شايف حضرتك قاعد ساكت أنا حضرتك أنا هو منبهر أنا مش مؤمن بالسحر خالص خلاص أنا افتح ده خلاص ده من أول حلقة إنما أنا بتكلم بقى إزاي نقضي ايوه عايز الظاهره دي هو انا جاي النهارده البرنامج عشان كده ايوه انا هدف انا راجل لا اعرف في السحر ولا اعرف في الكلام ده انا راجل محامي جنايات بتاع قانون مش اكتر من كده تمام فعارف كويس قوي ازاي التشريع ياثر وازاي السلطه التنفيذيه الشرطه قايمه بدورها قايمه بدورها ليه قبضت على 300 في طبعا الشرطه قايمه بدورها لا برضه الداخليه قايمه بدورها هو مش رياء مش رياء ولا نفاق ليه لان فعلا كل يوم بتقبض على نصابين ودجالين والكلام ده وبعدين انا مش هقدر احصر كام واحد وموجود في كام حاره والكلام ده مش هينفع لا ال- 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 الاصل في الموضوع زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت يا محمد بيه قلنا ان لازم في تشريع قانوني ومجلس الشعب هيبدا في شهر واحد اهو ان شاء الله باذن الله وفي اساتذه قانون كتار انا اعرف مجموعه كبيره منهم الحمد لله وكلهم كفاءات
باذن الله يقترح الكلام ده. احنا محتاجين ماده يا جماعه تجعل من الاشخاص اللي بيعملوا بالشعوذه والسحر يقعوا تحت طائله ماده اجراميه كجنايه. وليس برضو ناشد برضو معاكم كجنايه للبرامج اللي اللي بتشهر للحاجه ديت. قلنا الكلام ده انت كده تراجعت وانا احكي. لا انا مش تراجعت انا بتكلم في حاجه انا بتكلم في حاجه انا بتكلم في حاجه انا بتكلم في حاجه يا دكتور. انا دلوقتي في اعلانات بتروج للحاجه دي اللي هو جلب الحبيب فك العانس. فك العانس قلت الكلام ده. ولا بد ان المواطن يكون له دور في الابلاغ عن كل محتوى برضو. انا الشرطه هتعمل رايك ده. لابد من كل مواطن في مصر أن يبلغ عن كل محتال ينتهل هذه الصفة ويتوجه لأي أقرب قصد يبلغ عن هذا. هتستمر في المعالجة الروحانية لا إن شاء الله يتوب ويعود إلى الله. هتركز في حاجة تانية هيتوب ويعود إلى الله. هل أنت مستمر في طريقك اللي هو المعالجة الروحانية؟ المعالجة الروحانية ده أنا ما أنا في البداية قلت لك أنا كلمة روحاني لأن الروح من عند الله. يعني حضرتك مستمر في الاستاذ ياسر كلمه اخيره. انا بشتغل انا بشغل يعني بعد الدلائل معانا وكان معانا دكتور ووضح لحضرتك ان كل دجل وشعوذه وحضرتك مؤكد في كلامك ان انت مستمر. سياده الاستاذ ياسر انا يا فندم مش اكتر ما اللي قلته في الحلقه اللي فاتت هختم بيه تاني. انا بناشد المشرع المصري مجلس الشعب البرلمان في الدوره القادمه الجديده باذن المولى عز وجل. تمام. ربنا يصلح حال مصر يا رب. اللهم امين. ان البرلمان يعمل مادتين عقابيتين. المادة الأولى مادة خاصة بمن يمارسون السحر والشعوذة ومن يذهب إليهم. وإن كانت العقوبة هتختلف المشعوذة يبقى عقوبته أقوى من اللي بيذهب. وأنا عايز أضيف لهم دي واحد. اتنين مادة أخرى قلت لحضرتك عليها عقابية أيضا تمنع الإعلانات اللي بتيجي على القنوات لجلب الحبيب وما إلى ذلك. تمام. وانا عايز اضيف صوت لحضرتك. انا ليا كلمه ختام. هو خلاص الوقت خلص للاسف. انا ليا كلمه ختام. انا عايز اجعل سنه 21 لمصر سنه الامان والعافيه وان يرفع عنها البلاء. اللهم امين. اللهم انا عايز انضم لصوت لحضرتك. المراكز اللي بتعلن ان هي بتعالج بالحجامه وتم برضه ان يتم الرقابه عليها ويتم غلقها فورا ايضا برضه لان دي بتقوم باب خلفي لترويج الشائعات والنصب على الناس ايضا خاصه. يبقى كده احنا بنركن الطب. برضه في نهايه الحلقه انا بحب اشكر ضيوفي بس عايز اكد على حاجه نهايه اخيره في الحلقه. انا تواصلت مع كثيرين من المعالجين الروحيين خافوا يطلعوا معايا الحلقه دي وانا بحيي الدكتور محمد خاطر ان هو كان شجاع وحضر معايا الحلقه النهارده. شكرا لحضرتك دكتور محمد. اهلا بيك. سياده المستشار دكتور حضرتك الدكتور محمد خليفه المحامي ربنا يرفع عنا البلاء. الاستاذ ياسر حجاج المحامي منظمه احنا جايين كلنا عشان خدمتنا وشرفتنا النهارده. شكرا. وفي نهايه الحلقه انا بشكر مشاهدينا وان شاء الله السنه الجديده تكون سنه سعيده علينا كلنا. يا رب يا رب احفظ مصر يا رب احفظ مصر. والى اللقاء في لقاء جديد ان شاء الله.